بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إذن أربعة مسارات زبل أرستي القواعد الأربعة حزنا لنا أبتا قدامتي مسارات لنا أبتا قدامتي قاعدة نسدما انتايو كل سب كفلت أزلو إبلت مؤلف أن تعلم أن الكفار الذين قاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم مقرون بأن الله هو الخالق المدبر توم نبينا محمد عليه الصلاة والسلام تلايخهم زموجو هزبتاتسي كاب تخفل لزلو انتايو توم هزبتات توم تلايخهم زموجو النبي عليه الصلاة والسلام الله سبحانه وتعالى خالق مدبر مخانو رب سبحانه وتعالى كم زخلق كم دماني كل كنتاتني عالم دماني رب سبحانه وتعالى كم زكايتني يرقاقوت نيروم يأمنون نيروم وأن ذلك لم يدخلهم في الإسلام إذا دماني أب إسلامنا أيأتوا منيلو رب سبحانه وتعالى خالق السماوات والأرض مخانو أمو دماني مدبر كل كنتات رب سبحانه وتعالى كم زكايد ان دامون خلو ساب اسلمنا اي اتون نزبل نزي مرتع دماني انت يقربوا لنا اب سورة يونس مبل سلاسان حادن الله سبحانه وتعالى نرسل عليه الصلاة والسلام كم زي لم نقحتو عزيزهم قل يا محمد بلخا كم زي الكحت التوميخا قل من يرزقكم من السماء والأرض أم من يملك السمع والأبصار منيو شيشاين رزقهن زهبكم زلو بسماين بمريتن بسماي رب سبحانه وتعالى ما ينداز نبي بمريت دماني دزرعكم ودماني هيوت البسو دماني فرقيرو دما فرتات تعدل وزلكم نزي زقبرسي منيو خاب سماين كامريتن رزقكم زهبكم الكاس كحتو التوميخا تباهيلوم ومي قل من يرزقكم من السماء والأرض أم من يملك السمع والأبصار تسمعون ترئلون إذا عبين إعماز زخوان خاني من يوانانئو من يخهبكم إلك حتى التومخاء ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي من يخيكاب هو الزيبولوه والزلبس كاب هو الزيبولوه والزلوز فتر كم دمان كابتي وزلوه وزيبلو زفتر من يلكات كحتة التوميخة ومن يدبر الأمر كنتاتني عالم سي من يزكايد الكام محتة التوميخة فسيقولون الله يخبل قائم ربي يخبل أم أمون تدعى الله سبحانه وتعالى مخانون تدعى دعام نقوين أمسني رب سبحانه وتعالى خالق السماوات والأرض مخانون تدعى دعام نقوين أم نمن تايد أنا بحتة دي جزءه إذن تخون زلو تقبو انتايو إذا كل ذي كونتات رب سبحانه وتعالى إذا فتسم من دهري لكم نعود راح نبحث تريد كزقوا بلهم يخاطب عليهم مغنياتو مو انت إذا أنا روت تسأجم زبل من أربع شحط تخن كل عالي كعلم على تيو تات سأجم زين برت انت إذا إمنا تزي توحيد الربوبية يبهال ويتوحيد بأفعال الله رب سبحانه وتعالى خمس جبر كل نجرات مأماني زمالتيو لكن نسي كون انت تتقلي بدلو وتزد اللي دلو توحيد الألوهية انتاي مالتي توحيد بأفعال الخلق باروت كجزو خلو وكملخو خلو نا الله سبحانه وتعالى نبوحدتو نخملخو ونبوحدتو نخجزو نسي تزد اللي مالتي ولذلك زم كلهم أنبياء ازترى ازتلا أخو قد مزي ازنا برد كفل انت داري أخو ما هزبنا سيدنا نوح ناي قوم ثمود وعاد انتاي نيرو تسأقومهم انت دايلنا أب توحيد ناي ألوهية إنيرو كم لخون كلو عبادة خقبر كلو نخالقوت شركة يقبر نيرو مالتهم إذن وربنا عز وجل وين أب سورة يوسف مبل ميتين شدشتن آية أب زحلفو انتقص عبدنا نيرنا انتايلو وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون إذن علمنا أن التوحيد الذي جحدوه ليس هو ما أقر به مالت اتكحيدو مزلو إلا وهم مشركون زبهالو زلو اتزامنوا له ايكونن تامنوا له زلو ابزلو وي مالت خالق السماوات والارض الله سبحانه وتعالى مخانو ازي يرغاغصلو الا وهم مشركون الا
يشركون في توحيد الألوهية مالتي أب توحيد الألوهية كون كله أم مجزات كون كله لكن إن الله سبحانه وتعالى نبحثه أكن رزق الزو شركاي قبر له مالتهم. إذن حينئذ عرفت أن التوحيد الربوبية لم يدخلهم في الإسلام كم تتم ألف زبالو مالتي باري انتاك الفلت نخل مالتي بتوحيد الربوبية خالق السماوات والأرض الله الكا مئمان سني إزي أب إسلمنا أي أتوكاني مالتي إزي أي نزي أي دماني دليو التمؤلف القاعدة الأولى ويقدامي تمسرتي له أقدم وازلو مالتي إزي قدامي مسرتي زي قاعدة قطعية يقينية مالتي كاب كتاب كاب قرآن الكريم عبي مرتعو علنا مالتي ثم النبي عليه الصلاة والسلام زكاته لهم زنبورسني سماين مريتن زخلق الله سبحانه وتعالى مخانو يأمنوا نيرو مالتهم تاتقومهم زنبرت أب توحيد الألوهية ويدماني مجزاتك فتسم قلو عبادة قبر قلو شركي قبر خمز نبورو بزي قلتي يخون الله مالتي. إذن بتوحيد الربوبية وين بزاني الله سبحانه وتعالى وان إنت كل خالق السماوات والأرض الله سبحانه وتعالى مخانو مؤمنون إزي كل هزبتات زعمنا الله إنيرو مالتيو بزي زخحد أي نبرن مالتيو الله خالق مخانو رازق مخانو محي مخانو مميت مخانو إذا كل زي هو عين الحق حق رب سبحانه وتعالى كل زفت قلن إذا أترح مؤمنهم أبس لمن أي توتو من مخنياتو إذا أنت أتحبرك مالتيو هو إذا توحيد الربية تستلزم بتوحيد الألوهية ان الله سبحانه وتعالى نبحت نختم اللخ قديتات قبر الكام مخنياتو خالق نسوم خانو تدعم ام ام امينكا نعود راح خدمان كتجزا دلكا انت خونا جن نساتهم تاي قبر نيرم قالوت يملخوم موني ازياتهم دا ايطقمخوم دم غودوخوم نزم تملخوم زلخوم انت دا تباهيلوم ايطقمنان يم ايغودونانيم نمنتا دا تملخوم مالخوم تدا تباهيلوم شفاعه خونونا نبربن خبصحونا يبلو نيرم مالتيوم انت شفاعه دماني حقن باطلن الله مالتيو تحق زخونه اب شرع زمصي اب كتاب وسنة استتقسه اب تاكال ايتي قاعده ويا تاكال ايتي مسرت كن تنينا مالتيو انت خونه جن بخمزه عينت زي شفاعه خونونا يميلوم عباده سلاز قبر لهم زبروا اب اسلمنا اتون مالتيوم بل النبي عليه الصلاه والسلام تقالي سوم مالتيوم ولذلك بزحات سبات حج كترين كلخه اب توحيد كمهرون كله أمنتي ترى حزن بلومي مهر مالتهم أبتز أمنوا له هزب تهز أمنوا توحيد الربية ممهار ندك سبعتني نسيكون انتقند زاد اللي مالتيو تقندك بكفلت زلو مالتيو أبتوحيد الألوهية أيو ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام لا إله إلا الله بوليخم مسبولهم إن بالليلهم تم هزب تهز نمنتي انت أتباهلو مغنياتو أتا لا إله إلا الله مبال بحق انت دع تقبلوها تسب نخل معبودات كقد فيه نقول لهم نتيوم شفاعة خونو نائم زياتهم نابرب خبات أصحنا نائم لهم نتوم صالحين نتوم أولياء زبلهم نتوم أنبياء عبادة زقبر لهم زنبرو نقول له خدس قوين مالتهم نساس اللي زي دلي دماني نرسل عليه الصلاة والسلام تتعبي أمم ويدماني تتعري رغم مالتهم ولذلك الله سبحانه وتعالى انتيلو فاعلم أنه لا إله إلا الله أي نقول الإله يعني فاعلم أنه لا إله إلا الله كمل كله لا معبود بحق إلا الله مالتي بحق كمل لخ زقبو بجك حدا الله تزيكونو كالي كمل لخ زقبو يلن مالتي بقاري زي قدامي تقاعدة زي انتهى تحست أنت لأينا بتقل الزبالة توما النبي عليه الصلاة والسلام زك ألسوهم زنبورو هزبتات كومو انتم نرسل عليه الصلاة والسلام زتسابقوهم زنبورو أمن تأيت تفعلها اليوم وزنبورو انت لا تباهلو خالق السماوات والأرض الله مخانو نسيكونن انت إذا أنيرو أب عبادة خقبر خلو نخالق أعمال اختي يملكو سلزنبورو بزر مان النبي عليه الصلاة والسلام تقالي سمم إذن خالق السماوات والأرض الله يو الكام إمان ترح أب إسلمنا أي توكانيو تبليا تقدمتي قاعدة مالتيو حجي إن شاء الله أب تاكال أيتي قاعدة ويبتخال أيتي مسرد كن حل فينا مالتيو. القاعدة الثانية أنهم يقولون ما دعوناهم وتوجهنا إليهم إلا لطلب القربة والشفاعة نتم زملخوهم زنبورو تعوتات يخونو نتم زملخوهم زنبورو صالحين لهم أنبياء لهم زقزوهم زنبورو سني نزيئاتهم نمنتاي تملخوهم اللخوهم انت الأتباهي لهم نزيئاتهم منتن كقراربنا نابربي منتن شفاعة خونونا منتن وحسنة خونونا إلهم يمزقزوهم نيروم نخوم وخمز نبري
እቲ ድገዝእዎም ዝነበሩ መርትዖና ኣብ ሱረት ዙመር መበል ሰለስተ ኣያ ረቡና ዘ ወጀል እንታይ ኢሉ ወለذነ እተኸذ ምን ዱንህ ኣውልያ ማ ናዕቡድሁም ኢላ ሊዩቀርቡና ኢላ ላህ ዙልፋ። እቶም ንረቢ ስብሓን ወተዓላ ገዲፎም ንካልኦት ዘምልኹ ዝነበሩ እንተ ደኣ ተሓቲቶም እዞም ተምልኽዎም ዘለኹም ንምንታይ እዮም እንተ ደኣ ተባሂሎም ስኒ ማ ናዕቡድሁም ኢላ ሊዩቀርቡና ኢላ ላህ ዙልፋ ይብሉ ነይሮም። ናብ ረቢ ስብሓን ወተዓላ ንኸበፃፅሑና ደኣ እምበሪ ንኻሊእ ኢልና ኣየምልኽናዮምን ይብሉ ነይሮም ማለት እዮም። እዘን ነዚ ትንታንዩ እንታይ እዩ? አና ልሙሽርኪን አለዚና ሰማሁም ላሁ ሙሽሪኪን ወሓከመ ዓለይህም ብልክሉድ ፊ ናር ለም ዩሽሪኩ ፊ ሩቡብያ ወኢነማ ኣሽረኩ ፊ ልኡሉህያ። እቶም ረቢ ስብሓን ወተዓላ ሙሽሪኪን እዮም ዝበሎም ኻሊዲና ፊ ናር ዝበሉ ተባሂሎም ተጠቂሶም ዘለዉ ኣብ ቁርኣን ልከሪም ስኒ ኣላህ ስብሓን ወተዓላ ኻሊቀ ሰማዋት ወልኣርድ ምዃኑ ስለዚ ካሓዱ ኣይኮኑን። እንታይ ደኣኒ ወኢነማ ኣሽረኩ ፊ ልኡሉህያ ኣብ ዒባዳ ክገብሩ ከለዉ ካልኦት የምልኹ ስለ ዝነበሩኦም ካብ እስልምና ዝወፁ ማለት እዮም። ከማ ሰበቀ ፊ ልቃዕደት ልኡላ ምክንያቱ ኣብቲ ዝሓለፈ ከምቲ ዝረኣናዮ ማለት እዩ ኩለ ልኡመም ሙጅሚዑን ካሊቀ ሰማዋት ወልኣርድ ኣላ ስብሓን ወተዓላ ምዃኑ ኢላ መንሸዝ ውሑዳት መንገዲ ድስሓቱ ተዘይኮይኖም ካሊቅ የለን ዝብል ስኒ ኣይነበረን ማለት እዩ። ነዚ ዝኸውን እውን ኣብቲ ዝሓለፈ ብዙሕ ኣዲላ ጠቂስና ነርና كم اب سورة المؤمنون زلو مالتي قل قل لمن الارض ومن فيها ان كنتم تعلمون سكحت التوبيخة يا محمد عليه الصلاة والسلام مريت ابو زركب نايمن يلك سكحت التوبيخة سيقولون لله قل افلا تذكرون زي ابتزا حالفة سورة المؤمنون تقسنا ينيرنا مالتي كمون اب سورة يونس ابتقاعدا ونذكرا مالتي قل من يرزقكم من السماء والارض أما يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ومن ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله إذ كل زنتي مالتي زرد أنا زلو الله سبحانه وتعالى خالق مخانسني يأمنوا كم زنبورو مالتيهم أبزا خالقتي قاعدة جن إذا خالقتي مسرت مالتيو انتي دا حازتيا عبادة خقبرو خلو كالعود زمرخوهم زنبورو انتي بلويرهم إن وإنما اتخذوهم ሽፍዓ ሸፍዓ ክኾኑና ናብ ረቢ ከቀራርቡና ኢልና ኢና እምበር እዚኣቶም ስኒ ኣይጠቕሙን እዮም ኣይጎድኡን እዮም ኢሎም ያዕተርፉ ነይሮም ማለት እዮም። ሃዚ ልቃዕደ ኣኒ ኣነሁም ይተኸذሁም ሽፍዓ ወኣነሃ ምን ሕጀጅ ኣው ሕጃ ኣው ሽብሃት ልሙሽርኪን ኩላ ግዜ እቶም ንዘይረቢ ዘምልኹ ንዘይረቢ መብፅዓ ዝገብሩ ንዘይረቢ ዝሓርዱ ገለ ዝገብሩ ኩላ ግዜ እታ ምክንያት ዘቕርብዋ እዚኣቶም ስኒ ናብ ረቢ ከቀራርቡና ኢልና ኢና እዮም ድብሉ። እዚኣ ያ ድማ ረቢ ስብሓን ወተዓላ ወይ ነቢያት እውን ከጠንቅቁ ዝመፁ ነዚኣ ማለት እዩ እዚኣ ነዚኣ እታ ዓባይ መጠንቀቕታ ተዋሂባ ዘላ ማለት እዩ። ወሊዛሊክ ረቡና ዘ ወጀል ኣብ ሱረት ዩኑስ እንታይ ኢሉ ወያዕቡዱና ምን ዱን ላሂ ማ ላ የድርሁም ወላ የንፋዕሁም ዘይጠቕሞም ዘይጎድኦም ምዃኑ ይዕተርፉ እኦም ወየቁሉና ሃኡላኢ ሽፍዓኡና ዕንደ ላህ እዚኣቶም ናብ ረቢ ስብሓን ወተዓላ ከቀራርቡና ኢልና ኢና ንግዝኦም ዘለና ይብሉ ነይሮም ማለት እዮም። ኢዘን ዋድሕ ዝኾነ እዚ ግልፂ ዝኾነ እዩ ማ ላ የድርሁም ወላ የንፋዑም ሁም ሙዕተሪፉና ብሃዛ እነሁም ላ የንፋዑን ወላ የድሩን ዘይጠቕሙ ዘይጎድኡ ምዃኖም ስኒ እዕትራፍ ገብሩ ኣለዉ። ወኢነማ እተኸذሁም ሽፍዓ ከባፃፅሑና ኢልና ኢና ንግዝኦም ዘለና ይብሉ ነይሮም። ያዕኒ ውሰጣ ዕንደ ላህ ፊ ቀዳኢ ሓዋኢጅም ኣብ መንጎናን ኣብ መንጎ ረብን ንሕና ዘንበኛታት ስለ ዝኾንና ንሕና ብዙሕ ኣበር ስለ ዘለና ንሳቶም ላኪን ንጹሓት ስለ ዝኾኑ ኣንብያ ስለ ዝኾኑ ሳሊሒን ስለ ዝኾኑ ንዕኦም ሞ ንግዝኦም ብድሕሪኡ ንሶም የተሰጋግሩና ኢሎም እዮም ዒባዳ ዝገብርሎም ዝነበሩ ወይ ድማኒ መብፅዓ ዝገብርሎም ዝነበሩ። ወኢላ ኣራዝቅ ኣናፍዕ ኣዳር ኣላሁ ስብሓንሁ ወተዓላ ምዃኑ ይኣምኑ ነይሮም ማለት እዮም። ሕጂ እውን እዚ ዝርከብ ዘሎ ኣብዚ ግዜናዊ እንተዳ ርኢኻ ከምኡ እዩ ማለት እዩ። መብዛሕትኦም ዒባዳ ዝገብርሎም ንምንታይ ዳ እንተ ተባሂሎም ሸፍዓ ክኾኑና ይብሉ ማለት እዩ። ወየቁሉና ሃኡላኢ ሽፍዓኡና ዒንደ ላህ ከምቲ ዝበሎ ኣብ ሱረት ዩኑስ ልክዕ ከምኣ ትኸይድ ማለት እዩ። ወሊዛሊክ ሓተ ነቢ ዓለ ሰላት ወሰላም እንታይ ኢሎም ኣብ ሪዋየት ልቡኻሪ ወሙስሊም ሓዲስ ኣብ ሰዒድ አልኩድሪ ለተተቢዑና ሰነነ መን ካነ ቀብለኩም ኢሎም ነቢ ዓለ ሰላት ወሰላም ልክዕ ከምቶም ቅድሜኹም ዝነበሩ ዝብልዎ ዝነበሩ ልክዕ ከምኣቶም ክትከዱ ኢኹም ኢሎም ለተተቢዑና ሰነነ መን ካነ ቀብለኩም
شبرا بشبر ذراعا بذراع حتى لو دخلوا جحر ذب لاتبعتموهم إليهم للدحرية أمك تكودي أخوهم إليهم ساتهم زبولون ساتهم زقورون كتقبري أخوهم إليهم لك أكمتي النبي عليه الصلاة والسلام زبولون توم نرسل عليه الصلاة والسلام تتصابوهم زنوبورو ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفا بلنيرهم حجي دماني أبشر كذو ودق سب دمان انت داري خير ما لك أكم أيبل النبي عليه الصلاة والسلام ناتنك قوم يوم ناتاتهم من قد أي تحازو كما تسيئو كذي للدحري أم زخودوا لهم لك أخم تزبول ودمان النبي عليه الصلاة والسلام ترقبوا بر أسلامي لا إله إلا الله محمد رسول الله زبال انت داري قوينو كل من انت قوينو نربي زلمن مبزع خاتو تقوينو ناب ربي بغتتها مبزع دعاتو ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث الذي رواه الترمذي انتهي لهم إذا سألت فاسأل الله لهم ترى حاتتك نرب حتتي لهم لا تسأل المخلوق وزياتهم شفعاء قلنا ما استقلنا أملكا بقاتهم غير كامتزا أيبولون النبي عليه الصلاة والسلام بقتت إذا سألت فاسأل الله لهم النبي عليه الصلاة والسلام والشفاعة فيها حق وباطل شفعة حق له باطل له الشفاعة التي هي حق وصحيحة هي ما توفرت فيها شرطان تحق انباري ابشر عمت ازلا شفاعة انت رأيلك كلتا نقرات زمال اي مالتيو كلتا نقرات زمال انت دا اخوينو قد ما كنت هالو ازي ان دمال اوات شفاعاتك تتقلبو زلخا حق بهال مالتيو لكن لو اتدح ان الشرك انما وقع مالت التشركي ابهزبتا ترخيبو زلو دماني بمنتا انت رأيلك بذا شفاعة بالمالتي طلب القربة وطلب الشفاعة عند بلي سب أبز كل ذي شركات زود أزل مالتي بقى تقندي عندك سبات تودقهم دلا شفاعة سلزقونت شفاعة تاي مالتي نشفاعة مالت شفاعة خي أبز لمنا علودي أنت رأيلك ولو لكن شفاعة من فيها توم كفار زخود وزن بور من قد نزي رب عبادة غيرهم إذا أتهم شفاعة خونو نائم زبلوهم زن بور إذا قن كونو عاي كونان مالتي ولذلك ربنا عز وجل بزعباتي ناتاتهم شفاعة خونو نائم إلهم زقبر وزن بورو انتهي لربنا عز وجل ويقولون هؤلاء شفاعاؤنا عند الله بلنيرهم إذا أب سورة يونس دلو مالتي الله سبحانه وتعالى وانتهي له قل أتنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض مالت ربي زي فلتو أبسمياتن أمريتن ألو خوينو ديخم نسخاتكم زياتهم شفاعة خونو نائم تبلوهم زلخم هل اتناتاتكم زنبسني ربي زي فلتو خوينو نساتهم كبصح نائم ديخم تبلو زلخم إذن قاسوا الرب جل وعلا على المخلوق وشفاعة دليكا وستازة دليكا لمنن لي تبلو نمين انترا تبايلو نمخلوقي نمخلوق انت انا بحد بوتا انت راح تبصح انت راح يكون كان بعل سلطان تبصح انت راح دليقه هو بزفلط وغير كاتبصح لكن الله عز وجل كل كنتات كاد يسمعوا كل كنتات كاد فلتي نمتاي بقطتا ديت لمنو ولذلك نبينا محمد عليه الصلاه والسلام انت يميلهم اذا سالت فاسال الله لهم نساتهم كن مثال يزمصو زلو بقطتا كون بحد حلافون يتاتوني خايب له مالتهم والله عز وجل نربي مثال خنمصو انت خلكلنا انا فلا تضربوا لله الأمثال إن الله يعلم وأنتم لا تعلمون لو أبصرة النمل مبل سبعا أربعة آية رب سبحانه قبل رب سبحانه وتعالى زحباء نجري لنا إذن شفاعة قنوع زخنة كلتا قد مخونة زمال إيو إلنا لنا نسو انتهي مخانو إن شاء الله أفتد مدس تحستو كنت انتنينا ونسأل الله عز وجل التوفيق والسداد وصلى الله وسلم على نبينا محمد.